a trip by فلوكا يعني رحلة بالفلوكة. خد بالك هنا هو طالب منك ايه، هتكتب له ديري، يعني مش باراجراف عادي، لا ده باراجراف يوميات، اللي هو انت بتتكلم على تاريخ لازم. فاحنا هنقول مثلا احنا في شتاء بس وماله، هنسافر بقى حوالي صحف الصحو مفيش حاجه. هنقول هنا طبعا هو كاتب لك امازين تريب وكاتب لك فلوكا، فانا هجيب من عندي، لا هحط بس تاريخ، هنخليه احنا النهارده شهر 4، سوري احنا يوم 4 12 فورث شهر ديسمبر، يعني 4 من ديسمبر، مش هخليه جانيوري زي ما هو عامل. هقول بقى ان اليوم جميل، it was a wonderful، يوم ايه wonderful يعني يوم رائع، single day، single day we had lunch، we had lunch. يعني بص يا حبايبي احنا هنا انا بستخدم لغه غير رسميه وبتكلم بروقان، فاهم؟ on the board of فلوكا، يتغدينا على البورده او على السطح بتاع الفلوكه. ادي اول جمله، we where احنا كنا اما يعني excited، فلوكا، فلوكا دي يا جماعة عبارة عن ايه؟ is a an Egyptian يعني مصري traditional boat، يعني قارب مصري جميل تقليدي. it has وهي عبارة عن ايه؟ it has two sails فيها قارب ايه؟ شراعين، وايت سيلز، نسيت اكتب وايت، ادينا كتبت وايت مش مشكله. اتس سيلز، اتس ديت ضمير ملكيه، السيلز بتاعتها، وانا كنت ممكن اقول ذي واسيبك بقى انت تفكر، بس انا ما رضيتش قلت لك اتس سيلز. السيلز بتوعها موفت بيتحركوا جنتلي بلطف باي lovely wind بالرياح الجميلة، عشان الرياح ما تزعلش. we saw واحنا اتفرجنا many اشياء كتيرة، يعني many wonderful places، احنا شفنا اماكن رائعة جدا such as زي ايه the هيوج يعني ضخم جدا، هيوج بيراميدز الاهرامات الكبيره. مش عارفه اقول ايه، انا عايزه انهي البلوج ده بس مش عارفه انهيها ازاي، فهقول I want to have a trip، انا عايز اروح تريب او فواياج عشان دي رحله في الميه، يعني باي فلوكا اجين، عايز اركب الفلوكا ديت اجين مره تانية. it was an awesome، awesome يعني حاجه جامده جدا، experience يعني كانت experience عظيمه. خلصت بقى و يلا بينا نقول السلام عليكم.